التطور الكبير، الجزء الأول، وهيبقى عبارة عن مقدمة للتطور. لو المتابعين معايا، احنا اتكلمنا لغاية دلوقتي في 5 أجزاء كبار، والنهاردة هنبتدي الجزء السادس أو القسم السادس من السلسلة اللي بدأناها من فترة طويلة في الرد على الإلحاد والتطور، أو ادعاء عدم وجود الحاجة لإله خالق، لأنه العلم أثبت أنه لا يوجد حاجة لإله خالق. زي ما قلت، الفكر الإلحادي كان دايما محاولات فلسفية فاشلة ما بتكتب لها نجاح. لما بيحاول أي فيلسوف في الماضي كان يقول لا يوجد إله خالق، كان دايما بيترد عليه بسؤال: طيب من أين أتت الخلائق أو الكائنات؟ ما بيعرفش يرد على السؤال ده. عشان كده ما كانش محاولات الإلحاد القديمة كانت مرفوضة، بل كانت توصف بالغباء. لكن الإلحاد لما ظهرت ما تسمى بفرضية التطور، اللي تدعي أنه الكائنات ما جاتش بالخلق لكن جاءت كلها بالتطور من جد مشترك، تمسك بالفرضية دي الملحدين جدا ودافعوا عنها باستماتة، علشان أخيرا جاوبت على السؤال اللي دايما فاشلين فيه كانوا الجواب عليه، وهو من أين أتت الخلائق. وأيضا في المقابل، فالإلحاد بدون التطور ملهوش نجاح. أمال إزاي الحياة بدأت لو ما كانش إله خلق الكائنات؟ وأيضا في المقابل، هذه الفرضية المسمى بعلوم التطور، وأصبحت علوم ضخمة وكبيرة، هي الفرضية اللي بدأت في الأول أن تقول ما فيش إله خالق أو لا يوجد حاجة لإله خالق، لكن الكائنات أتت من جد مشترك. هو طبعا ما تكلمش بهذه الطريقة، ولكن أتت علشان تقول هذا الأمر. فداروين لما قال أن الكائنات أتت كلها من جد مشترك، فرح بيها جدا الملحدين اللي عايزين يقولوا أن الكتاب المقدس خطأ، ويرفضوا الإيمان، ويرفضوا أيضا إله الكتاب المقدس، ويتمسكوا بيها ودافعوا عنها باستماتة، رغم أن هي نظرية غير علمية، لأنها غير ملاحظة، غير مختبرة، غير متكررة. فزي أي شيء علمي لا يخضع عليه مقاييس العلمية، الشيء الغير ملاحظ، غير مختبر، الغير متكرر، هو غير علمي. فلذلك كان هيتكتب لها الفشل لولا الدفاع الملحدين عنها باستماتة من البداية. تعظمت جدا، واصبحت ما تسمى بعلوم التطور العملاقه اللي بقت دلوقتي ماليه الميديا، التلفزيون، والوسائل الاعلام، والانترنت، ووسائل الاخبار العلميه. وحتى دلوقتي بتدرس للاولاد، واولاد كتير بيفكروا ان فعلا ده علم صحيح، وفعلا ما فيش حاجه لاله خالق، وفعلا الكتاب المقدس خطا في الخلق وفي الطوفان، وبيفترضوا الطوفان ده اسطوره ما حصلش. وللاسف بتخدع كتير من الشباب المسيحي وغير المسيحي. فاتكلمنا في الأول المقدمة، ووضحنا ليه الإلحاد مرتبط بالتطور، والتطور مرتبط بالإلحاد، وليه هرد عليه بناحية علمية وليس فلسفية ولا روحية. اتكلمنا بعد كده هل في أدلة علمية بقى حقيقية إن مفيش الوقت المزعوم ده للتطور. اتكلمنا في أدلة قصر عمر الأرض والكون وبالتفصيل، وقدمت مقاييس علمية وليس أدلة فقط، ولم أجد رد على واحد فيهم. بعد كده طب هما بيستشهدوا بأدلة على ادعاء قدم عمر الأرض والحقب اللي هيكون حصل فيها التطور، زي المقياس الإشعاعي وغيره، وده درسناه في القسم الثالث. بعد كده في القسم الرابع درسنا شيء مهم جدا، وهو مؤيد التطور بيدعوا إن الحياة بدأت أو تطورت، أو كل الكائنات تطورت من جد مشترك. طب إيه هو الجد المشترك ده؟ داروين ما تكلمش عنه. فابتدأنا ندرس مع بعض ما يسمى أنه بداية الحياة كانت عبارة عن شوية مواد غير عدوية، بالبراكين والصواعق، كونت مواد عدوية اتحدوا مع بعض، كونا أول كائن حي ينقسم ذاتيا، first self replicating organism. درسنا هل ده فعلا بالبايوكيمستري وفعلا بعلم الجينات ينفع؟ لأنه ما ينفعش بالمرة، واتكلمنا عليه بالتفصيل. فلازالت البداية لا يستطيع أي ملحد أن يجيب على الحياة بدأت إزاي، لكن إحنا بالنسبة لنا عارفين إن الإجابة دي بكل سهولة الإله الخالق اللي هو خلق كل الكائنات. بعد كده في الجزء الخامس دايما يستشهدوا بالجيولوجيا على الحقب اللي حفظت حفريات في أثناء رحلة التطور، ويقولوا طب ما إحنا عندنا أدلة على التطور من الحفريات اللي موجودة في طبقات رسوبية في الجيولوجيا. درسنا الموضوع ده بمنتهى التفصيل، وعرفنا أن الحقيقة الطبقات الرسوبية في الجيولوجيا تشهد على الكارثة العملاقة اللي هو الطوفان الكتابي، ولا تشهد على حقب، ولا تشهد على رحلة التطور، ولا الكلام ده كله. واتكلمنا عنها بالتفصيل الممل للبعض في 55 جزء. نبدأ الآن مع بعض فيما يسمى بالتطور الكبير.
أو نظرية داروين اللي تكلم فيها على التطور الكبير، أو إن الكائنات كلها أتت من جد مشترك. التطور أو في علم البيولوجيا أو علم الأحياء يعتبر هو العملية اللي مفترض تتغير فيها صفات الكائنات الحية عبر الزمن ويتحول من جنس لآخر. فبيفترض التطور، وهقول بعض المعلومات حضراتكم هتفاجئوا بيها النهاردة، ويمكن البعض يكون أول مرة يسمعها، رغم أن المفروض كل الناس سمعت عن نظرية التطور لداروين. مفترض أنه يعني التغيرات البسيطة المتتالية جيل عن جيل، تغيرات مستمرة مستمرة تتراكم ولغاية ما تتجمع وتحدث في الجينات والأعضاء في الجيل التالي، والتغيرات دي لما تتجمع مع بعض في تغير كبير يكون ساعتها في النهاية يظهر بسببها كائنات حية جديدة أو جنس جديد طالع من الجد القديم أو الجد المشترك على مدى أجيال طويلة. يعني إيه؟ على سبيل المثال الكائنات وحيدة الخلية بدأت تتطور وتظهر فيها جينات جديدة بالطفرات، وأيضا تتراكم هذه التغيرات جيل عن جيل لغاية ما تصبح فيها صفة جديدة فيتحول إلى كائن عديد الخلايا. الأسماك القديمة اللي بدأت تحصل فيها طفرات وتتحول الزعانف بتاعتها عظمية، وابتدى يتكون لها بالصدفة رئة مع الخياشيم، وبقت تقدر تطلع في الهواء الجوي ولو فترة بسيطة، وبعد كده التغيرات استمرت لغاية ما قدرت تمشي هذه السمكة على شاطئ البحر أجيالها، وأصبح الجد هذه السمكة اللي كان سمكة أصبح الحفيد برمائي، وهكذا. اللي بنتكلم عنه في هذا الجزء ما يسمى بالماكرو ايفوليوشن. الماكرو ايفوليوشن أو التطور الكبير هو التطور اللي يحدث على نطاق تجمعات الجينات المنفصلة للأجناس. فهو بيعتمد على حق التغيرات اللي تحصل فيه أو فوق مستوى التنوع. يعني لا نتكلم على التنوع، الكلب بيتنوع، القطط تتنوع، ده اسمه تنوع، ده ليس تطور كبير، وده اتكلمت عنه في محاضرات تفصيلية قبل ذلك. التنوع ليس تطورا، وتذكرة سريعة باللي شرحته قبل كده تفصيلا لما اتكلمت في المقدمة على الفرق بين التنوع والتطور، لأن لو هتسأل أي حد دليل على التطور هيجيب لك مثال من التنوع ويستشهد لك بيه إن هو دليل على التطور، رغم الاتنين فرق ضخم جدا، وعملت في 3 محاضرات أوضح الفرق ما بين التنوع والتطور، ولكن باختصار شديد التنوع اللي هو ما يسمى بالفاريشن، أو مجازا رغم إن هو تسمية خطأ، مجازا يسمى بالمايكرو ايفوليوشن أو التطور الصغير اللي هو التنوع. يعني الكلاب تتنوع ولكن تفضل كلاب، ما بتتطورش وتصبح طيور أو عنقاء، بيفضل كلب. التنوع اللي هو يطلق عليه مجازا التطور الصغير هو التغيرات اللي موجودة في الأنواع للجنس الواحد كجنسه. إيه اللي بيحصل؟ هو نفس الجين اللي موجود، تعبيره يختلف، أو خطأ يحصل في الجين، أو جين سائد وجين متنحي، من فيهم اللي يعبر؟ أو جين متعدد التعبيرات. فهو يسمى مجمع الجينات اللي بيبقى موجود للجنس الواحد يحصل تنوع لتعبير الجينات بتاعته. فهو تنوع الجينات في مجمع الجينات الموجود للجنس الواحد. يعني جينات بتاعت فصيل أو جنس الكلب، الجينات دي تتنوع من فرد للتاني. فالجينات اللي تعبر على الألوان تختلف من فرد للتاني، هي نفس عدد الجينات ولكن تعبيرها يختلف حسب تنوعها، فيطلع كلب أسود، كلب أحمر، كلب أبيض، كلب شعره طويل، كلب شعره قصير، كلب كبير، كلب صغير، whatever، ولكن في الآخر هو هيفضل كلب، وبرضه يقدر الصفات دي تتغير وترجع وما تبقاش في نفس الجيل، أما في الجيل التاني ممكن تتغير في الجيل التاني، وهكذا. القطط نفس الأمر. فهو وجود التنوع أو الأنواع من حيث اللون ده تنوع، الشكل ده تنوع، الحجم للجنس الواحد ده تنوع، الصفات الظاهرية للجنس الواحد ده كله ده تنوع، وده مجمع جينات واحد ما بيتغيرش محتواه، ده ملاحظ مختبر ومتكرر بل الإنسان بيقدر يعمله.
انت تقدر بالانتقاء ان انت تجمع بدل عايز لو كلب صغير تفضل تجمع الكلاب اللي اتولدت عندك صغيره وتجوزها هم مع بعض، ما تجوزهمش مع كلاب كبيره، يفضل يطلع عندك كلب اصغر فاصغر لغايه ما توصل الشواوة ده الصغير اللي ما بيلهوش اي فايده. فالتنوع ده امر علمي مفيش حد بيختلف عليه، كويس؟ فهو امر ملاحظ مختبر متكرر. والتنوع ليس تطور، لأنه لا يوجد فيه اكتساب حاجة جديدة لم يكن لها وجود سابق، فهو تنوع في الجنس الواحد. اللي قاله الكتاب المقدس كان دقيق جدا، ودي روعة الكتاب المقدس أنه يتكلم عن ثبات الأجناس، وحنيجي للأسبوع الجاي هنتكلم يعني إيه جنس، عشان ده لازم نعرفه. فربنا اللي خلق الأجناس في تكوين واحد وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، ودول يتنوعوا علشان خاطر البيئات المختلفة، لكن كلها تبقى نفس الجنس الواحد. معايا؟ فالجنس بيه أنواع، ده ما عندناش أي إشكالية فيها. وكل الأنواع بتاعة الجنس الواحد لها نفس المحتوى الجيني. يختلف تعبيراتها، تم اختزال بعض الجينات اللي فيها، لكن هي نفس عدد الجينات ونفس عدد الكروموزومات وتتزاوج جينيا، لأنها جنس واحد. الجين تعبيره يختلف، فهو صفات متنوعة بدائل لنفس الجين. تتغير الصفة من الممكن لأنها بتعبر عن صفات متنوعة أو بدائل لنفس الجين. أو ممكن يفقد جينات فيحصل له مشاكل بتلف بعض الجينات أو بسبب العزل فيتغير النوع بتاعه، ولكن هو يفضل نفس الجنس. مع ملاحظة فقد جينات بالتلف أو بالعزل، ده ليس اكتساب، ده فقد. والجنس لا يوجد دليل حتى الآن على وجود جنس واحد اكتسب جينات جديدة لم يكن لها وجود سابق اكتسبها من العدم. فقد الجينات ده يعتبر عيب جيني وليس تطور. معايا؟ فالفيصل إن التنوع لا يوجد فيه اكتساب لأكواد جينات ولا معلومات جينية ولا كروموزومات من العدم. فاهمني؟ فلو حتى لو هننظر للجنس من ناحية المحتوى الجيني بتاعه، احنا عارفين المحتوى الجيني للجنس الواحد شكله ايه؟ محتوى جيني لجنس الكلاب شكله ايه؟ وعمرنا ما بنلاقي جين واحد لم يكن له وجود سابق تم إضافته على جنس الكلاب. أما التطور الكبير يختلف تماما عن التنوع، ليه؟ التطور الكبير اللي هو النشوء والارتقاء التدريجي لكائن عشان يتطور من جنس لآخر، من شكل بسيط لشكل أكثر تعقيد وأكثر تطور، ده بيستلزم أن يكتسب أكواد ومعلومات جينية من العدم لم يكن لها وجود سابق، وده الذي لم يستطع أي حد يقدر يثبته. معايا؟ بمعنى إيه؟ بمعنى انه الكائن البسيط زي الاشريشيا كولاي اللي فيه ألف وشوية جين، او على سبيل المايكوبلازما جينيتاليا اللي يعتبر ابسط كائن في عدد جيناته اللي فيه يساوي 580 ألف كود بس. المايكوبلازما جينيتاليا اللي المفترض ان هي من 3.8 من 10 مليار سنة ب 580 ألف كود بس، علشان تتطور تدريجيا من كائن وحيد البسيط خليه بسيط اللي هو بروكاريوتيك، لوحيد خليه معقد اللي هو يوكاريوتيك، لعديد الخلايا للاسفنجيات للاسماك للبرمائيات للزواحف للثدييات للانسان، محتاج يفضل يكتسب في معلومات جينيه واكواد جينيه تزوده من 580 الف كود لغايه ما يوصل ل 3.1 من 10 بليون كود عشان تتطور المايكوبلازما جينيتاليا لغاية الإنسان في 3 وشوية مليار سنة. التطور الكبير لازم يحصل في اكتساب معلومات جينية لأكواد وجينات لم يكن لها وجود سابق. هذا لم يثبت تماما بالعلم. فالتغير يحصل، لكن لا يتغير الجنس لأنه لا يوجد اكتساب جينات لم يكن لها وجود سابق. معايا؟ التزاوج ما بين الأجناس، وده هجيله في عدة محاضرات
ده على فكرة ينتج دائما كائنات عقيمة، وهتكلم عن الأمثلة الكتيرة زي البغل وزي النمر اللي هو نوع نتاج الأسد والنمر وهكذا، هاجي إليهم بالتفصيل والمشاكل والعيوب الجينية اللي فيهم اللي تؤكد إن دول ليس أمثلة على التطور. معايا؟ فما لا نؤمن به وما يؤكده العلم إن ده غير صحيح، وده اللي ما قالهوش الكتاب المقدس، ان كائن واحد اولي بسيط نشأ من شوية احجار انتجت مواد عضوية اتحدوا مع بعض طلع منها اول كائن ينقسم ذاتيا اللي هو First Self Replicating Organism او مولكيول. تطور هذا الكائن البسيط جدا اللي ادوبك ما فيهوش غير كودين ثلاثة كام الف كود بالصدفة اتجمعوا مع بعض وبدأ يتطور لغاية ويكتسب جينات جديدة باستمرار لغاية ما ينتج الانسان. ده علميا خطأ. اللي عنده دليل على هذا يقدمه لي. اللي عنده دليل على كائنات معينة اكتسبت جينات لم يكن لها وجود سابق وتم إضافتها وفضلت تزيد وتدي كروموزومات زيادة شايلة جينات زيادة ما كانش لها وجود سابق لغاية ما يطلع منه جنس جديد، أنا عايز مثال واحد بس مش عايز أكتر من كده. الطفرات لا تنتج جينات جديدة. الطفرات تغير من تعبير، تفسد الجين، تعمل مشاكل في تعبير الجين أو في أكواده تخليه حتى سرطان، لكن هي ما بتضيفش جين جديد ليس له وجود سابق. معايا؟ فالطفرات اللي بيفترضوا إن هي مع الانتخاب الطبيعي حولت الحياة البسيطة من كائن بسيط أولي وحيد الخلية ينقسم ذاتيا إلى الأشكال المختلفة من الحياة المعقدة، ده لم نراه. فالصورة الحلوة الجميلة اللي بيقدموها لحضراتكم انه التطور كله من بعض ده مش صحيح. فزي ما قلت الفرق ما بين التطور والتنوع، كلاب تتنوع ده حقيقة ودي بنشوفها، الزهور تتنوع ده حقيقة وبنشوفها، لكن الكلاب والزهور ان هم نجم من صخرة ده ما شفناهوش ولا يوجد دليل علمي حقيقي عليه. الطفرات تحدث تنوع، تحدث تغيير، أو تحدث فساد، أو تحدث سرطان مميت. لكن الطفرات لا تضيف جين لم يكن له وجود سابق. الطفرات على فكرة مش إله بيخلق. الطفرة مش بتقول جلا جلا أضيف جين جديد من ألف كود كده مرة واحدة منظم تماما وما كانش ليه وجود سابق. ما فيش طفرات بتعمل هذا الكلام. معايا؟ فزي ما قلت التنوع ده احنا شايفينه بعنينا وده امر علمي، بل بالعكس نقدر نعمله في المعمل بكل سهولة. اما التطور في الرحلة العجيبة من الكائن الاولي مرورا بالاسماك والبرمائيات والزواحف لغاية ما نوصل للكابتن الانسان ده عمره ما حد شافه، بل لا يوجد دليل علمي عليه من الناحية الجينية. فزي ما قلت الفرق ما بين المايكرو والماكرو ايفوليوشن او التنوع والتطور الكبير هو الفرق ما بين الخط العرضي والخط الطولي. ما ينفعش الخط العرضي يبقى خط طولي. يعني حاجة زي الزاحف ده أو السحلية دي تتنوع ما فيش مشاكل، تتنوع في الحجم في اللون لكن هي نفسها في لون العينين أو غيره، لكن لن تتطور تدريجيا لغاية ما تبقى طائر. فاللي احنا شايفينه ده يحصل، لكن ده ان هي تتغير باستمرار لغاية ما يطلع لها أجنحة ويطلع لها ريش وتطير، ده ما بنشوفوش في الطبيعة، لأن ده عايز اكتساب جينات من العدم ليس له وجود سابق، لكن ده عايز تغيير تعابير الجينات. ده صحيح ده خطأ. واضحة؟ فالتنوع اللي بالفعل بنراه عرضيا وبنختبره ونستطيع أن ننفذه وبالفعل بيطبقوه في حيوانات كتيرة ده حقيقي وده حاجة علمية ثابتة. أما التطور اللي لا نراه ولا نختبره ولا ننفذه وبيفترضوه بدون أدلة، علم الجينات ضده. لا يقدر واحد جينيتكس، يمكن أقدر أقول زي حالاتي، يقدم مثال واحد عليه، ويا ريت حد لو فعلا عنده مثال واحد يقدمه لي. فالتنوع اللي هو صفات مختلفة لنفس الجين سائد متنحي متراكم تعدد التعبيرات البيبتيدات المتغيرة أو غيره، ده اللي بنشوفه بوضوح في الجينات سواء زي جينات المناعة. ما انت نفس جيناتك ما بتتغيرش، ولكن نفس المحتوى الجيني بتاعك لما بيدخل أجسام
غريبة لجسمك بينتج انتي بوديز للانتي جينز وبتشتغل. ده ما بينتجش جينات جديدة على فكرة، وما بتورثش طفرة جديدة وعضو جديد لابنك فيطلع ابنك عنده نص جناح، ده ما بيحصلش. فتعبير الجينات يختلف، ده حقيقي، ده ليس تطور، لأنه ليس فيه اكتساب معلومات جينية وأكواد جينية ليس لها وجود سابق. معايا؟ نفس الجين يقدر ينتج أو يعبر في ظروف مختلفة صفات مختلفة، نفس مجموعة الجينات أو المحتوى الجيني. لكن ما بنشوفش جينات جديدة تضاف ما كانش ليها وجود سابق. التطور يا جماعة مش محتاج تغيير تعبير الجينات. التطور هو احتياج جينات جديدة تماما تظهر من العدم وتضاف على المحتوى الجيني في الصفات الوراثية عشان يضيف أعضاء جديدة وصفات ظاهرية جديدة ويتحول لجنس آخر. والطفرة وتغيير الجين من صفته أو حتى فساده ده ليس تطور. حتى حدوث خطأ في نسخه أو تعبيره، هذا الجين لم يظهر من العدم ومفيش جين أضيف على بقية الجينات. ندخل بعد كده دلوقتي في تعريف التطور أو الـ evolution. هو الـ gradual development of something specially from simple to more complex form، أو النشوء التدريجي لشيء وبخاصة من شكل بسيط لشكل أكثر تعقيد. البكتيريا لعديدة الخلايا، للأسماك، للبرمائيات، للإنسان. طبعا الإنسان أكثر تعقيد تعقيدا جدا من المايكوبلازما جينيتاليا او الاشريشيا كولاي او الكائنات البروكريوتيك البسيطه جدا. اللي ما نعرفه اللي ما يعرفوش كثيرين، وبعض الناس تعرف جزء منه، هو مؤيدي التطور على فكره مش متفقين. هم مختلفين الى ثلاث اقسام. طيب معلش، وعلى فكرة اتطردت من البالتوك بالاسم التاني اللي داخل بيه من الكمبيوتر التاني باي ذا واي، فكنت بحاول ادخل بالاسم التاني واول ما دخلت الروم لقيت نفسي بره البالتوك بالاسم التاني. ما علينا، نشكر ربنا على كل حال. طيب نكمل مع بعض. اللي في ناس كتيرة ما تعرفوش ان مؤيد التطور انقسموا ثلاث اقسام على فكرة، ده بالإضافة طبعا لمجموعة التصميم الذكي اللي اتكلمنا عنها قبل كده وفهمنا القصة بتاعتها اللي بينادوا بمصمم ذكي وراء كل شيء. التصميم الذكي دول مش من الثلاث أقسام دول. كتير من المتعمقين من غير المتعمقين ما يعرفوش التقسيمة دي. عندنا ما يسمى بالفئة الأولى وهم الداروينيين، الداروينيستس. دول اللي كانوا غالبية زمان ودلوقتي قلة قليلة. معايا؟ حاليا رغم انهم من ايام داروين لغايه 1930 تقريبا كان هو الاغلبيه، لكن بعد ذلك من 1930 وحتى الان بقوا قله قليله جدا ولسه بس بعض الاصوات اللي هي بتنادي بهذا الامر. دول بيقولوا ايه؟ دول اللي لا يتمسكوا بكلام داروين بالكامل عن الانتخاب الطبيعي فقط. وبيقولوا انه بدأ سلسله التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي والصفات المكتسبه اللي تورث، مثال الزرافه، وهتلاقوا بعض الناس حتى الان بتنادي بهذا الامر. ولسه بعض الناس بتنادي انه بدون تغيير جينات الصفات المكتسبه هي اللي تؤدي للتطور. فهم اللي بيقولوا الناتشرال سيلكشن، الانتخاب الطبيعي، and inheritance of acquired characteristics أو الصفات المكتسبة هو اللي يؤدي التطور. مثال الزرافة اللي حضراتكم عارفين، الزرافة اللي كانت بتحاول تمد رقبتها فتطول، يعني غزالة كانت بتحاول تمد رقبتها فتطول كل شوية وتورث الصفة دي لبنتها لغاية ما حفيدتها طلعت زرافة. أو زي الإنسان الحداد اللي بيشتغل بإيده كتير عضلة إيده تكبر يورثها لابنه. طبعا الكلام ده عارفين انه هو خطأ حاليا، الصفات المكتسبة لا تورث وده ثابت بعلم
الجينات. واحنا عارفين ان ليه داروين نادى بالكلام ده، لان داروين ما كانش يعرف شيء عن الجينات. داروين الجينات دي بالنسبه له كانت حاجه مجهوله، هو اخر حاجه كان يعرفها داروين ان الخليه عباره عن فقاعه جيلي صغيره وخلاص على كده، ما كانش لا يعرف جينات فيها ولا الكلام ده كله. لا داروين لا يعرف في الجينات ولا الكروموزومات ولا الطفرات الجينيه ولا غيره. فداروين كان بيفكر انه الانتخاب الطبيعي هو اللي بينتخب من الكائنات اللي بتكتسب صفات. الحيوان الصغير الثدي اللي بيجري كتير فيكبر عضلاته من كتر الجري، الطبيعة تنتخبه ويورث الصفات المكتسبة دي، فيطلع أكبر منه شوية لغاية ما يوصل في الآخر يبقى حصان. طبعا عارفين الكلام ده حاليا خطأ، الصفات المكتسبة لا تورث. معايا؟ على فكرة لناس كتيرة ما يعرفوهوش، لأن ده ما بيتقالش كتير، إن داروين نفسه تخلى في كتابه التالي، يعني كتابه الاولاني ذا اوريجن اوف سبيشيز 1859 اتكلم عن فكره الانتخاب الطبيعي والصفات المكتسبه، في كتابه التالي تخلى عن فكره الانتخاب الطبيعي وعاد الى كلام لامارك عن الصفات المكتسبه بس. ولما هنيجي ندرس مع بعض موضوع الانتخاب الطبيعي، هل بيحافظ على ثبات الاجناس ام يساعد التطور، هنعرف الكلام ده نصا وهنقراه من كلام داروين. معايا؟ طب لحظة واحدة، أشكر حضراتكم، ربنا يبارك حضراتكم، معلش تحملتوني النهارده. فدول الفئة الأولانية، وهتستغربوا إنه لسه ليهم البعض حتى الآن موجود، والبعض حتى الآن بينادي بالصفات المكتسبة، بس يحطوا لها أسماء علمية جديدة وحلوة وجميلة، ولكن لسه في قلة بتنادي بهذا الأمر. الفئة الثانية وهم يسمى بالدارونيين الحداثة أو نيو داروينيستس، أو اللي ماشيين تبع نظرية النيو داروينيزم أو التطور أو الدارونية الجديدة، دول الغالبية العظمى حاليا، ودول اللي هتسمعوهم حاليا، ودول اللي بيتكلموا الآن إن الانتخاب الطبيعي والطفرات هما اللي قادوا للتطور. يعني ميوتيشن وتم اختيارها بالناتشرال سيلكشن. فبينادوا إن التغيرات الجينية يعني الطفرات تحصل عشوائية، والانتخاب الطبيعي ينتخب ما هو أفضلها. وهو اللي بيحول الكائنات البسيطة إلى الكائنات المعقدة التي نراها هذه الأيام. أو اللي يسموها تعريف لفظا الجينيتك دريفتس اند ميوتيشن، يعني الطفرات والتغيرات الجينية combined with natural selection turned a few simple organisms into the diverse complex life we see today. دول اللي بدأوا بعد 1930، ولما ابتدى الكلام عن الصفات المكتسبة اللي هو العالم المسيحي الرائع مندل كان اوريدي اتكلم عنها من فترة، ولكن داروين الجاهل ما كانش يعرفها. ودول بعد ثبات علم الجينات والصفات الوراثية بدأوا ينتشروا أكتر لغاية 1980، وهم حتى الآن الفئة السائدة، ولكن ابتدوا يخسروا بعض المقاعد، وهشرح لكم ليه للفئة الثالثة. ودول الناس البسطاء في الشرق وفي الغرب، والتلاميذ اللي بياخدوا الكلام في المدارس لسه اللي ماشيين وراهم حتى الآن. والناس دول هتسمعوهم يقول لك داروين اتكلم وبدقة عن التطور، ليه؟ لأنه رغم أنه هو كان جاهل ما يعرفش حاجة عن الطفرات، ورغم ذلك وصف التطور وبدقة رغم جهله للطفرات. فهم أضافوا الطفرات كمسبب للتطور، ويقولوا أن داروين كان عبقري لأنه تكلم عن التطور بدون ما يعرف الطفرات، رغم أن احنا لما هندرس الطفرات وبالتفصيل هنعرف الطفرات لا تسبب تطور ولا تسبب كسب الجينات بالتفصيل، وهنعرف ان الانتخاب ده يفني المعيوب اللي هو حصل له طفره مش ينتخبها. وفي الملف ده هقدم لحضراتكم امثله كتيره جدا واقرارات ضخمه من علماء التطور. لكن بسبب الاشكاليه الطفرات اللي العلماء الجينات عارفين، والانتخاب الطبيعي عارفين ان هو دايما بينتخب الصحيح مش المعيوب بطفره، بدات تطلع، ودي مفاجاه للبعض، مجموعه ثالثه هي لسه مش مشهورة لكن بدأ صوتها يعلى تدريجيا. هذه المجموعة الغير مشهورة عند العامة لكن لها شهرتها الآن في الأوساط العلمية، لهم عدة أسماء، ما يسمى بمجموعة الأمل في الظهور الفجائي أو Hopeful Monster. يعني إيه الكلام ده؟
الادفوكيت بتوعات الهوب في المونستر دول اللي بداوا يظهروا بعد 1980 وتقدم علم الجينات، وابتدوا يدرسوا ازاي فعلا الطفرات ممكن تقود لتطور، وابتدى كتير منهم يتاكد ان ده مستحيل بالجينيتكس، وبسبب ظهور ادله كتير على خطا التطور التدريجي والكلام ده كله البطيء واشكاليه الطفرات التدريجيه القاتله اللي بتسبب سرطان، بداوا يؤمنوا ان الاجناس ثابته كويس بدون تغيير لعشرات ومئات الالاف احيانا من السنين كويس. عشان كده ما بنشوفش التطور كويس، ولكن ايه اللي يحصل؟ فجأة تحصل مجموعة تغيرات مع بعض مرة واحدة في جنين واحد لكائن ويخرج جنس جديد. يعني يفضل التمساح 20 30 الف سنة زي ما هو، وقبه في مرة بسبب ظروف معينة وتفر بيضة التمساح دي الجنين يحصلوا تغيرات كتير قوي 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 فيطلع طائر والطبيعة عجب. هتفكروني بهزر في الكلام ده، الكلام ده علم حاليا بدأ يدرس، انا مش بهزر صدقوني، ده نوع جديد من علوم التطور اللي بعد فشل الجينات في اثبات التطور وفشل الانتخاب الطبيعي في اثبات التطور، ده النوع الجديد اللي ابتدى يطلع بس لسه ما اتشهرش. الله يعلم ان انا ما بهزرش، ده كلام حقيقي، ده اللي بينادوا بيه. فبينادوا ان مجموعه تغيرات في جين جديد، جنين جديد تحصل له مجموعه تغيرات مره واحده يخرج منه جنس جديد. الله يعلم ما بهزرش، ده فعلا الترند الجديد اللي شغال، وابتدوا يضاف اليه علماء اللي هو خلاص متاكدين ان الطفرات ما تنفعش تسبب تطور، فابتدوا ينادوا بهذا الامر. وبعضهم لما بيتزنق ويتقال طيب ازاي الكائن ده اللي حصلت له كل التغيرات مره واحده استمر، يقولوا ما هي حاسس نفس الظروف دي اكيد خلت كائن جنبه تحصل نفس الظروف فبيضه تانيه يحصل فيها تغيرات بس في انثى، فيطلع هبه بالصدفه جنين تمساح يتحول لطائر مذكر، وهبه بنفس الصدفه يحصل في بيضه تانيه بس يبقى مؤنث، الاثنين يتجوزوا ويبقى عندنا جنس جديد. معايا؟ انا عارف ان انتوا هتفكروني بهزر، لكن لما هتكلم حضراتكم بالتفصيل على punctuated evolution او التطور بالقفزات، هو ده ملخصه. معايا؟ ومن هنا اتت التطور الفجائي اللي البعض بدا ينادي بيه، وابتدت الاصوات تدريجيا تتعالى بيه، وهو ما يسموه بتوازن الفواصل أو punctuated equilibrium، وده هنعرفه في ملف التطور الفجائي. المهم قبل ما ندرس الطفرات والانتخاب الطبيعي والتطور الفجائي، يجب أن نعرف أن التطور الكبير يعتمد على عدة قواعد، بل هم معتبرينها قوانين، وتقدروا تدرسوا الكلام ده من ورايا وهقول لكم الاعتراضات اللي عليها، وبرضه تقدروا تدرسوا وتلاقوا وتتأكدوا بنفسكم إن ملهاش رد. أولاً التطور هو عملية بلا هدف. Evolution operates in purposeless manner، يعني عملية ملهاش هدف. لأن لو كانت بهدف والهدف ده نتاج ذكاء، يعني يكون المسبب ليها كائن ذكي، ده اللي بيتحاشى تماماً مؤيد التطور، وخاصة من التطوريين الملحدين. فهم عايزين يقولوا ان التطور والطفرات ما كانش ليه هدف، ده شيء عشوائي. لكن جه التنظيم من فين؟ من الانتخاب الطبيعي، دي هنتكلم عليها في الانتخاب الطبيعي. معايا؟ فيقولوا ان التطور والطفرات دول ما لهمش هدف سابق، ده كده حاجات تحصل راندم. حتى مع مقولة ان الطبيعة ستجد وسيلة، لكن الطبيعة هي غير هادفة، محدش يقدر يقول إن الطبيعة دي كائن عاقل بيخطط للمستقبل وعارف عايز هو إيه في المستقبل، لأنه لو عارف المستقبل يبقى هو إله. معايا؟ الحاجة التانية، التطور يدار بطريقة عشوائية أو evolution operates in random manner، فزي ما قلت لحضراتكم مش بس هو غير هادف، هو ايضا عشوائي. مش بس هو ملهوش هدف في المستقبل ان هو ما يعرفهوش، هو في الوقت الحالي
بيكون عشوائي، فالمفروض الطفرات لو بتحصل طفرات، والطفرات اللي بتحصل بما فيها من عيوب جينية هي بتكون عشوائية عشان ما يكونش فيها مصمم ذكي، بل العشوائية في كل اتجاه. كويس؟ نبتدي في القاعدة الثالثة، التطور المفترض ان هو بيتجه من الاقل الى الاعلى وليس العكس، او evolution operates upward never downward. يعني الانسان ما بيتطورش يبقى بكتيريا، لكن البكتيريا بتتطور تبقى انسان في طبعا 3 وشوية مليار سنة، مرورا بكل المراحل اللي قالوا عنها. يعني دايما النتائج بتاعة التطور بتبقى ايجابية عشان نشوف التعقيد، عشان نحصل من كائنات بسيطة على كائنات معقدة. كويس؟ القاعدة الرابعة، التطور يعمل بطريقة لا رجعة فيها. Evolution operates irreversible. يعني إيه؟ يعني التطور في اتجاه واحد مش في عدة اتجاهات أو اتجاهين في نفس الوقت. يعني الزواحف المفروض تطورت إلى طيور، لكن الطيور مش هتتطور إلى زواحف مرة تانية. الجد المشترك للقردة والإنسان اللي هو القرد القديم تطور إلى الإنسان، لكن الإنسان مش هتطور لقرد إلا في الإسلام طبعا، ده خارج عن الموضوع. أوكي؟ فالتطور المفروض بيتجه من الأبسط للأعقد ولا رجعة فيه. يقول لنا جاي روش، لا تزال حقيقة بينة أن التطور يقود للأفضل والأفضل وأيضا غير رجعي، يعني التطور لا يعود إلى الخلف. وآدي نص كلامه، اللي يحب يتأكد من الكلام بنفسه ويتأكد من اللي أنا بقوله. القانون ده أو الجزئين دول مع بعض، إن هو من الأقل للأعلى ولا رجعي، يسمى دولوز لا أو قانون دولو. وتقدروا تبحثوا عن الكلمة دي وتقروا عنها عشان تتأكدوا إنه ده قانون وضعينه التطوريين عن التطور. معايا؟ فالكائن الحي لا يستطيع أن يعود ولا حتى جزئيا للمرحلة السابقة اللي موجودة في رتبة أجداده. وآدي برضو أحد المراجع اللي يتكلم عن دولوز لا أو دولو، قانون دولو، وده كمان اتنشر في مجلة النيتشر. على فكرة لو فكرنا، ما هو ما نبقاش زي بعض الناس، ما تبقاش زي البغبغانات وتكرر العلماء قالوا العلماء قالوا والعلماء أكبر، ويفكروا شوية في الكلام. ما هو ربنا إدى كل إنسان مخ ده وزن يستخدمه، عقل يستخدمه وما يمشيش مساق، يفكر في المبادئ اللي درسناها لغاية دلوقتي. احنا لسه في شوية مبادئ تانيين هندرسها مكملين، لكن الثلاث مبادئ دول خاصة مبدأ 3 و4، ان هو يتجه من الابسط للاعقد وبدون رجعة، هنلاقيه يخالف الاول والثاني اللي هو اللا هدف والعشوائية. هل انت لما يكون عندك حاجة بتعملها بلا هدف وبطريقة عشوائية هتطلع منظمة من الأبسط للأعقد ولا يحدث فيها رجعة؟ خدتوا بال حضراتكم من التعارض أو التناقض في المبادئ حتى الآن؟ عشان ينكروا أن يوجد إله له هدف يعرف المستقبل، قالوا التطور لا هدف، يعني في المرحلة دي ليس عنده هدف في المستقبل والطبيعة ليست هادفة. وعلشان يقولوا مفيش إله مصمم رائع ذكي، قالوا كمان ده بيتم بطريقة عشوائية ليس بطريقة مصممة بدقة، عشان ينكروا كلام التصميم الذكي. ولكن في نفس الوقت أم إيه بيتجه من الأبسط للأعقد، وبيتجه بطريقة منظمة من الأبسط للأعقد ولا يعود للعكس من الأعقد للأبسط. طيب ما يتجه من الأبسط للأعقد ده منظم ولا يعود للخلف، يعني غير عشوائي. طب ايه اخبار القاعدة الاولانية اللي هي اللا هدفية والقاعدة الثانية اللي هي العشوائية؟ ازاي يكون بيتجه من الى اعلى فقط في اتجاه واحد وبلا رجعة، واعتبر ان ده عشوائي وبلا هدف؟ فهمتوني؟ حتى ناس المسيحيين للاسف اللي بيؤمنوا بتطور وبيحاولوا باي شكل يبلعوه وبيوفقوه باي شكل مع الكتاب المقدس، ما بيفكروش في الكلام ده على فكرة، وبياخدوا القوانين وهي والعلماء قالوا، أهم حاجة العلماء والعلماء أكبر، ما بيفكروش في منطوق الكلام. ما هو زي ما قال لينكس مقولة رائعة، عالم الرياضيات في هارفارد، لما قال إيه؟ النونسنس حتى لو خرج من عالم هيفضل برضه نونسنس، كلام اللي ملوش معنى
حتى لو خرج من فم عالم، ما هو برضو كلام ملوش معنى بغض النظر عن مين قائله. الحاجة اللي ملهاش معنى هتفضل ملهاش معنى حتى لو قالها واحد عالم. القاعدة الخامسة، التطور يتجه من الأصغر إلى الأكبر. يعني القاعدة اللي فاتت يتجه من الأبسط إلى الأعقد، دلوقتي يتجه من الأصغر إلى الأكبر. Evolution operates from smaller to bigger. الكائنات الصغيرة دايماً تتجه إن هي تبقى أكبر، وده اللي يسمى بقانون كوب أو كوبس لا. ويقولوا إنه يجد دايماً الكائن يتجه من الكائن الصغير إلى الأكبر، ويقدموا مثال على ذلك طبعاً، ادعاء تطور الحصان من الكائن الثدي الصغنن لغاية ما فضل يتطور لغاية ما بقي حصان، والزرافة، وحتى الإنسان اللي من قرد الصغير الجد القديم لغاية ما وصل الإنسان اللي الهلومة ده. بل دايما علماء التطوريين بتعوت الحفريات اللي عشان يثبتوا ان الحيوان تطور، دايما دايما يستمروا في البحث عن حيوان يشبه له ولو حاجة بسيطة بس اصغر في الحجم، ويدوروا عليه في طبقة منخفضة عشان يقولوا ان دي قديمة. ولما يلاقوا حيوان ها فيه الشبه صغير يقولوا بصوا اهو تطور، وادي ادي الجد المشترك او ادي الجد الاكبر اللي تطور منه، بص اتطور ازاي الكبير. عشان كده دايما حتى في تطور الانسان يبحثوا عن قرده في طبقات سفلى ويكون حجمها صغير، ما ينفعش يدوروا على هياكل عظميه لناس كبار، سبعة ادم او ثمانية ادم، لا لازم يكونوا قصيرين. معايا؟ رغم ان المبدا ده برضو الخامس زيه زي الرابع يخالف مبدأ واحد واثنين اللي هو اللاهدفية والعشوائية، بل أيضا يخالف ما أثبتته علم الحفريات حاليا بطريقة قاطعة، إن حفريات الحيوانات القديمة، ودي هتكلم عنها في السلسلة بتاعتنا ده في القسم السادس، أكبر دايما في الحجم من حفريات الكائنات الحالية لنفس الجنس. وعشان كده كتير من علماء الحفريات اللي بدأوا بقى ما يقدروش يخلفوا ضميرهم أكتر من كده ابتدوا يعترضوا على هذا المبدأ. الإشكالية إن ده مش مثال ولا اثنين ولا ثلاثة، بل مثال الدائم. فالقاعدة دي خطأ، فإزاي نثق في ترتيب الحفريات والأعمار اللي يدعوها؟ فيقول كل من وايت كوم وموريس وموريس إنه مدى قانون كوب اللي هو القانون من الأصغر للأكبر في الحجم قد يكون طبق في أثناء تكوين طبقات الحفريات، فهو يظهر أنه حاليا عكسيا، يعني ترتيب الحفريات الحالي هو العكس. الحفريات الكبيرة في الحجم هي اللي في الطبقات السفلى، والصغيرة هي أو المتوسطة هي اللي في النص، والكائنات اللي عايشة حاليا هي فعلا أصغر في الحجم. عمليا النباتات والحيوانات الحديثة بما فيها الإنسان ممثلة في سجل الحفريات، اللي موجود في سجل الحفريات ومفترض أنه هو قديم، العينات بتاعته أكبر من اللي عايشة حاليا. ولما حوصل للموضوع ده هقدم لكم مئات ان لم يكن الاف الامثله، البيفر والنمرز والاسنان والميمث والدب والعجول البريه وحتى الانسان. فمشكله كوبس لو ده فعلا اشكاليه، وادي نص كلامهم اللي قلت لحضراتكم عليه، وادي المرجع للي يحب يرجع ويتاكد منه. سته، التطور يتجه من الابسط الى الاعقد. Evolution operates from less complex to more complex. فالحياة عشان تتطور من الكائنات زي البكتيريا توصل لغاية الإنسان، واحد خلية يتجه لعديد الخلايا إلى كائنات المعقدة. برضو المبدأ ده يخالف واحد واثنين اللي هو اللاهدفية والعشوائية، وأيضا المفروض أن يكون في جميع الاتجاهات، فمن الأعقد للأبسط ومن الأبسط للأعقد ومتساويين بس في اتجاهات مختلفة. مع ملاحظة حاجة تانية، أن العشوائية عمرها ما تقود إلى التعقيد. انت لو بتلخبط حاجات عشوائية عمرها ما تديك حاجة معقدة. العشوائية تقود لعدم التنظيم والتفكك واللخبطة والتفتت. العشوائية عمرها ما تنمي ولا تكبر. وايضا طبعا عارفين الاشكالية في هذا الامر الكبرى، وهي في هذا المبدأ، انه لما درسنا لو تفتكروا طبقة الكامبريان وموضوع الكامبريان اكسبلوجن، وطبقة الكامبريان المفروض اول طبقة بدأت فيها الكائنات المتحركة، واحنا عارفين ان هي دي
كالعلماء المسيحيين اللي اتكلموا عنها، هي اول طبقه بدات مع بدايه الطوفان، طبقه الكامبريان، هي لا تحتوي كائنات بسيطه بتتعقد تدريجيا. ده احنا لقينا ان طبقه الكامبريان تحتوي على كائنات معقده جدا، بل بعضها اكثر تعقيد من الحالي. واتكلمنا على التريلوبايتس والعينين المعقده بتاعه التريلوبايتس اللي هي اعقد عين موجوده على سطح الكره الارضيه، اللي عين الانسان لا تقارن حتى بيها. لو تفتكروا الموضوع ده درسناه بالتفصيل في انفجار الكامبريان او كامبريان اكسبلوجن، ويقدم لكم كمان دليل او اتنين او مرجع او اتنين بالاضافه للكم الضخم اللي انا قدمته في الوقت ده ساعه ما اتكلمت على موضوع كامبريان اكسبلوجن. فيقول لنا مارفن لسنين يعني لعده سنين التطوريين كانوا يظنوا التفرعات او شجر التطور بناء على فرضية صفة طريق واحد في سجل الحفريات، يعني المفروض الشجرة ماشية في طريق وتفضل تتفرع منه وهكذا وباستمرار. باستخدام تمايز الأشكال الحالية رجعوا لسجل الحفريات بحثا عن أشكال أكثر عمومية من الأشكال ليومنا الحالي. لكن زي ما قلت لحضراتكم وجبت لكم علماء شرحوا هذا الموضوع وبالتفصيل وسمعت لكم حتى كلامهم، احنا لقينا الحقيقة شجرة التطور مقلوبة، فالعدد أكثر بكتير وأكثر تعقيد وبينحدر مش بيتطور. 7، التطور يتجه من الأقل مثالية وإتقان إلى الأكثر مثالية وإتقان، وده يشبه القاعدة اللي فاتت، وهي يعني شبه مسمى لنفس القاعدة اللي فاتت. Evolution operates from less perfect to more perfect. طبعا برضو ده يخالف 1 و2 واللي هو اللا هدفية والعشوائية، وبرضو ازاي يكون يتجه الى هو الاحسن بكثير او المور بيرفكت، ده يخالف ادعاء الفيستيجوال اورجانس او الاعضاء الاثريه، وده هاجي له بالتفصيل. وطبعا دايما يستشهدوا بالاعضاء الاثريه، بصوا الانسان عنده زي الدوديه ده معناه الانسان تطور. لا معلش، هندرس الموضوع ده وبالتفصيل. 8، التطور لا يتكرر، ودي اهم قاعده عندهم، عشان لما تقول له هات لي دليل على التطور يقول لك ده لا يلاحظ، او اديني 3 مليار سنه وانا بوريه لك. يا سلام، دي حجة على فكرة ان هو يهرب بالوقت الطويل، لان خاصة عندنا كائنات مش محتاجة الوقت الطويل ده، لانه لو انا مستني الانسان عشان جنس واحد جيل واحد في 35 سنة، او لو 10 اجيال عشان يحصل تطور فيه بنتكلم على 350 سنة، او حتى على 1000 جيل بنتكلم على الانسان 35 الف سنة عشان يحصل له تطور. معايا؟ 1000 جيل دول في البكتيريا اشريشيا كولاي دول ولا حاجة، تتابعهم في المعمل في 2 3 تشوفهم وما بيحصلش الكلام ده. فعلى فكرة دايما اللي استشهدوا لكم بالوقت، التطور لا يتكرر وما نقدرش نوريه لكم عشان محتاج وقت طويل، لا نفس الوقت اللي انت عايز فيه الانسان لو حتى 2 مليون ولا 3.5 مليون، يعني عايز 100000 جيل، انا ممكن اديك 100000 جيل في سنة واحدة في الاشريشيا كولاي، اتفضل وريني هتطور ازاي. فيقول التطور لا يتكرر، الايفوليوشن از نوت ريبيتابل، وده الكارثه بتاعته ان هو ضد العلم، لان العلم المقاييس العلميه لازم تكون ريبيتابل، الشيء العلمي والفرضيه العلميه لازم تكون متكرره، ده يكسر قاعده اساسيه في العلم. فدايما لتفسير سبب اننا لا نرى التطور باعيننا، فلا نرى زاحف يتطور نسله لطائر مثلا، ولا جد قرد من القرده القديمة يتطور نسله الإنسان. يقول لنا بعض العلماء أن التطور لا يتكرر ولا يعود للخلف، وهذه نص كلامهم اللي تحبوا ترجعوه، وده اتنشر كمان في أمريكان ساينتست. طبعا القاعدة دي بالإضافة لتخالف قياس وتعريف العلم اللي هو الريبيتابل، واللي لازم يكون ملاحظ اللي هو observable، ومختبر اللي هو testable، ده يجعل فرضية التطور هي ليست علم حقيقي، أو سودو ساينس وليس علم حقيقي. البعض هيتهمني يا جاهل ده التطور بيتدرس في الجامعات، طب هجيب لكم تكرار علماء المتخصصين اللي بيقولوا إن التطور ده سودو ساينس، وهجيب لكم عينتين ثلاثة من كلامهم، لكن أنا جمع لكم آلاف إقرارات العلماء لما هنوصل لأقوال العلماء عن التطور فيما بعد. يقول لنا الشهير كولين باتريسون اللي الجيل الحالي من التطورين يعتبروا تلاميذه،
لو قبلنا التمييز الجيد بين العلم وغير العلم، يعني ما بين الساينس والسودو ساينس، يجب علينا أولا أن نسأل: هل نظرية التطور بالانتخاب الطبيعي هي علم أم علم كاذب؟ هوبا، بأخذ أول جزء في النظرية بأن التطور قد حدث، التي تقول بأن تاريخ الحياة هو عمليات بسيطة لانقسام الأجناس والتقدم، هذه العمليات لا بد أن تكون مميزة ولا تتكرر. هذا الجزء من النظرية هو إذن نظرية تاريخية عن أحداث مميزة، والأحداث المميزة حسب تعريف هي ليست جزء من العلم. العلم لازم يكون خاضع لقاعدة التكرار، لأنهم لا يتكرروا ولا يخضعوا للاختبار. آدي نص كلامه، اللي يحب يراجعه وحاططه لكم في الملف، وتتأكدوا من كلامي اللي أنا بقوله لحضراتكم، وده مش كلامي أنا، ده كلام العلماء. أيضا يقول: لهذا في الحاضر نحن ترك لنا فقط نظرية الداروينية الجديدة، يعني تسيب لنا ترك لنا بس النيو داروينيزم، أن التطور حدث والذي قيد أساسا بالانتخاب الطبيعي مع تدخلات عشوائية من انحرافات جينية، يعني شوية طفرات انتخابها الانتخاب الطبيعي. لكن يكمل يقول إيه: ده عادة أماني ضخمة، ده أمنيات، ده مش علم. بهذا الشكل النظرية غير علمية بالمقاييس الصحيحة. الكلام ده مش كلامي، ده كولين باترسون هو اللي بيقول الكلام ده. بالحقيقة الأصح أن نلقب نظرية التطور ليست نظرية علمية، ولكن برنامج بحثي غير علمي. آدي نص كلامه، واللي بيقول أن التطور ليس علم حقيقي، ده بالعكس يوصفها ويقول عليها دي ميتا فيزيكال ريسيرشز. مع ملاحظة شيء مهم أثناء الكلام على التطور الكبير والوسائل اللي يدعوا إن هي تحدثه زي الطفرات والانحراف الجيني مع الانتخاب الطبيعي، يجب أن نحط في أذهاننا إن كل حالة يجب أن تحدث الطفرة أو الانحراف الجيني أو غيره مش في كائن واحد، ده لازم يكون في كائنين، واحد منهم يكون ذكر والتاني أنثى. طيب لحظة واحدة، لا تنسونا هذه. I am really sorry. أنا آسف جدا جدا أستاذة Wonderful Life، بس كتبت لحضرتك، معلش أنا آسف جدا جدا، سامحوني، أعتذر وبشدة، ربنا يبارك حضرتك معايا. يعني لازم كل مرة يحدث التطور عن طريق طفرة وانحراف جيني، وعشان يكون جنس جديد لازم ده يحصل في اتنين ذكر وأنثى من الأجناس التلقيح الخارجي ثنائية الجنس، علشان دول يكونوا جنس جديد، ودي حاجلها بالتفصيل لما أوصل للتطور في ثنائيات الجنس. وطبعا لازم يكونوا في نفس الوقت قريبين من المكان من بعض، ما ينفعش إن التمساح يتطور أحفاده إلى بداية الطيور وتمساح تاني يتطور أحفاده لبداية الطيور، لازم يكونوا قريبين من بعض عشان لما يتزاوجوا ينجبوا أو يتناسلوا ينجبوا الطيور. ما ينفعش يكون التمساح ده ظهر في أفريقيا والتاني حصل له التطور ده الأنثى في أستراليا ولا في أمريكا. لكن هنيجي للموضوع ده. يبقى السؤال إن كل حالة كيف بطريقة عشوائية بالصدفة البحتة الغير هادفة الغير موجهة الغير مصممة بدون إرادة ذكية يتطور عندي ذكر وأنثى في نفس الوقت مناسبين لبعض في نفس المكان، وعشان يطلع عندي الجنس الجديد. أيضا التطور الكبير اللي المفترض أن هو بدأ من جد مشترك، ما هو الجد المشترك؟ أجبت عنها بشيء من التفصيل، ولكن زي ما قلت لحضراتكم الكلام ده لما الكلام عن داروين عن أصل الأنواع، هو مش راحش أصل الأنواع. الإجابة
لا نعرف. وسمعتكم قبل كده كلام ريتشارد دوكنز لما بيتسأل على ايه هو الاوريجين، قال مش عارف، وقعد يقول قد يكون قد يكون وقد يكون ايليانز جابوا زرعوا حاجة على الارض، وطبعا انتوا شايفين الكلام اللي بيتقال. لا يوجد عالم حتى الان يستطيع ان يجيب ما هو المصدر اللي يعتمد اساس كتاب داروين ونظرية داروين، بل عنوان كتاب داروين، على الأصل، المصدر، The Origin. محدش يعرف يجاوب عليه حتى الآن. درسنا سابقا في التطور العلمي، وعرفنا حتى بنظرية Theory of Probability، وعرفنا استحالة ظهور الحياة بالصدفة العشوائية. وأيضا عرفنا أن داروين رغم أن عنوان كتابه The Origin of Species، هو ما اتكلمش عن الأوريجين من أساسه. عشان كده فرضية داروين هي أصلا ما جاوبتش على السؤال اللي متخيلين إن الملحدين إن داروين جاوب عليه. الكائنات جت من فين؟ بالتطور. طب التطور جه من فين؟ من الجد المشترك. طيب الجد المشترك جه من فين؟ ما نعرفش. طب ما هي لسه ما جاوبتش. ده مش كلامي، بالإضافة لإقرار علماء كتير قدمتهم لحضراتكم قبل كده، أضيف لكم زيادة. فيقولوا بعضهم إن عنوان كتاب داروين هو مصدر الأنواع، داروين أصلاً لم يناقش مصدر الأنواع. داروين never really did discuss the origin of species. أيضاً مرجع تاني يتكلم على هذا الأمر، وأيضاً تالت يتكلم على هذا الأمر، كل دول قدام حضرتك. وكتير من مؤيدي التطور حتى الآن يقولوا أن على فكرة نظرية التطور لم تجيب حتى الآن على مصدر الأنواع. الأوريجن ده جه من فين؟ محدش عارف. وده مين منهم؟ بروفيسور إرنست من جامعة هارفارد. وآدي آخرين يتكلموا على نفس الأمر قدام حضراتكم، وبروفيسور سيمسون وغيرهم من العلماء المشهورين، وجوردون تايلور وغيرهم. رغم أن المفترض أن الجد ده هو المصدر، لكن المصدر ده ما كانش يعرفه داروين ولا اتكلم عليه، رغم أن هو المفروض أن ده اللي بدأت تنتخب الطبيعة عشان تتطور منه بقية الأجناس. هل داروين رأى تطور جنس لآخر؟ الحقيقة أن داروين أقر لنا بعكس ذلك. داروين اعترف بعد 14 سنة من كتابه The Origin of Species اللي بيعتمدوا عليه في الأساس لفرضية التطور، أنه الانتخاب الطبيعي هو فقط اعتبار عام، يعني وجهة نظر. لكن لما يقول، يبتدي يقول بالتدقيق النظر سنجد أنه لا يحدث تغير جنس لآخر. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده مش كلام عالم مسيحي، الكلام ده كلام داروين نفسه بيقول لا يحدث تغير لجنس واحد، ولا نستطيع افتراض اي تغيير هو مفيد. رغم ان ده على فكرة ضد نظرية التطور. فيقول لنا داروين في الحقيقة الايمان بالانتخاب الطبيعي هو يجب في الحاضر أن يكون قاعدة كل الاعتقاد العام اللي هي نظريته. عندما ننزل للتفاصيل نستطيع أن نثبت أنه لا يوجد جنس واحد قد تغير. أوبا، كلام ده كلام داروين مش كلامي، ولا يمكن أن نثبت أن التغير هو مفيد، ولا يمكن أن نفسر لماذا بعض الأجناس تغيرت ولماذا آخرين لم يتغيروا. الكلام ده ليس كلامي ولا كلام العلماء المسيحيين اللي بتتهموهم بالجهل، ده كلام داروين اللي بتعتبروه عبقري، وهو اللي بدأ فكرة ونظرية التطور. ده هتلاقوه في تشارلز داروين Life and Letters فوليوم 3 صفحة 25. صاحب الفرضية نفسه اعترف ان هي فقط وجهة نظر، والملاحظة والتدقيق والتفصيل هو ضدها. يعني الحقيقة الملاحظة المختبرة ضد كلامه. الملاحظ المختبر المتكرر هو ثبات الأجناس. لو حد عنده عشة فراخ ولا عشة أي نوع من أنواع الطيور أو حتى حيوانات، أو بيربي كلاب أو قطط أو غيره، هل في حد فيكم يا ترى في حياته أو في حياة أجداده شاف أي كتكوت طلع مختلف عن الدجاجة والديك، أو كلب طلع مختلف عن أهله الكلاب؟ لأن داروين مفروض نشوف التطور مستمر،
ده تغيير تدريجي مستمر متراكم. يعني الكتاب المقدس لما بيتكلم على ثبات الأجناس ده اللي في الحقيقة بنشوفه. هل يا ترى لو حد عنده فراخ باضت بيتوقع ان البيضة هتطلع حاجة تانية غير كتكوت، يا اما هيبقى ديك او فرخة؟ معايا؟ قد يكون لونه متغير شوية حاجة زي كده، لكن هيفضل هو يا ديك يا فرخ. الكلب قد يطلع كلب كبير شوية، صغير شوية، لونه متغير شوية لاختلاف تعبير الجينات ولا غيره، لكن هيفضل كلب. ده اللي قاله داروين، قاله الحقيقة. الراجل بيقول الحقيقة، اللي بيلاحظ يلاقي عكس الكلام اللي أنا قلته. الراجل نفسه قال بما معناه: يا أغبياء اللي مسكتوا كلامي واستشهدتوا بيه. ده بعد 14 سنة من كتابه. على فكرة اللي يدقق فيكم يلاقي الحقيقة هو عكس كلامي. معايا؟ داروين تكلم عن ثبات الأجناس بعد ذلك، بعد نظريته ب 14 سنة، ولسه متمسكين بكلامه الأولاني وليس كلامه الثاني، عشان كلامه الأولاني هو ده اللي عايزينه عشان يثبتوا إن الحياة جت بالتطور من جد مشترك، يعني لا حاجة إلى إله خالق. معايا؟ عشان كده لما هندرس مع بعض ثبات الأجناس، الحيوانات والنباتات، إنها ليست لها مصدر من جد مشترك، واللي درس معانا كمان في الجيولوجيا ومقارنة الحفريات القديمة بمثلاتها الكائنات الحية الحالية، اتأكدنا بمئات الأمثلة إن الأجناس لا تتغير. فاكرين اللي درسوا معانا الموضوع ده في الجيولوجيا وقدمته لكم في 4 أجزاء، بل أكشولا أضفت عليهم جزئين تانيين على اختفاء الحفريات في النص ولكن تطابق الحالية العايشة اللي هي ما يسمى بالحفريات الحية. داروين فقط عارف إنه ما اتكلمش على مصدر الأنواع وما يعرفش مصدر الأنواع. داروين أيضا عارف إنه الحقيقة الواضحة الحقيقية العلمية هو ثبات الأجناس، بل هو عارف إن هو ما اداش مثال واحد لجنس تحول لآخر. نظريته بالكامل ما قدمتش مثال واحد لجنس تحول لآخر. طلعوا لي من كتاب داروين ذا اوريجين اوف سبيشيز مثال واحد على جنس قال إن هو تحول لآخر. ده ليس كلامي، ده إقرار العالم الرائع تشارلز داروين نفسه. على فكرة تشارلز داروين راجل ما كانش غبي، راجل كان جيد في ملاحظاته لأنه لاحظ التنوع وده حاجة كويسة. ولما راح في جزيرة جزر جلاباجوس ولاحظ أنواع العصافير، ال 14 نوع من أنواع العصفور، الفينشز دول بتوعوت جزر جلاباجوس، فعلا هم دول تنوع لعصافير لجنس عصافير. لكن الكارثة بتاعته اللي هو ما بناه فوق ذلك. ملاحظته كانت صحيحة على فكرة، وراجل كان ذكي، أنا لا أقلل من مقداره، لكن الكارثة اللي بناها شاف 14 عصفور متنوعين قال يبقى كل الكائنات جت من جد مشترك. وات؟ فاهمني؟ ورجع هو بنفسه قال ان الكلام ده على فكرة ده فقط وجهة نظر، هو لكن ما بتشوفوش في الواقع. عشان كده يقر علماء التطور ان النشوء هو يعتبر اكبر مشكلة في مشاكل فرضية التطور، اللي هو التطور أصلا هو النشوء. يقول لنا مثلا جاي تايلور: بيولوجيين أكثر يوافقون مع بروفيسور هاميلتون كارلسون من جامعة واشنطن إن عندما قال أن التفرع هو أكبر مشكلة لم تحل في بيولوجيا التطور. يعني إيه التفرع؟ اللي هو جنس يخرج من جنس آخر. وأري نص كلامه اللي يحب يراجعه. أيضا يقول في آخر 30 سنة أو أكثر لا يوجد تفرع ظهر، ودي مشكلة كبيرة لم تحل. البعض يقول لك لا، ما 30 سنة ايه، ده جيل واحد للإنسان. لا عزيزي، 30 سنة دي ملايين الأجيال للإشريشيا كولاي وألاف الأجيال لذبابة الفاكهة، ولم يظهر تفرع واحد. عالم الجينات البريطاني كمل كلامه، يقول عالم الجينات البريطاني ويليام باتسون كان أول من ركز الانتباه على السؤال: بعد 60 سنة نحن في حال أسوأ، الأبحاث كشفت فقط التعقيد داخل التعقيد. هذه نص كلامه اللي برضه عايز يتأكد من نص كلامه عشان ما يتهمنيش أنا بالجهل. يعني لا يوجد عندنا مصدر ولا يوجد عندنا الكيفية، والكيفية مختلفين عليها، ولا يوجد عندنا مثال،
بل عندنا اعتراضات في اعتراضات في اعتراضات، ولكن بياخدوا القشور العامة يقنعوا بيها الناس، والناس يقول لك ده بتدرس في الجامعات، ده كل الناس مقتنعين بيها، انتوا مين اللي بتتكلموا في التطور؟ ولا واحد بيستخدم مخه ويفكر، ولا واحد فعلا بيقرأ التفاصيل للعلماء المتخصصين وبيقولوا ايه في التفاصيل. للأسف بياخدوا قشور أمة اقرأ لا تقرأ. ركزوا في التفاصيل وادرسوا بنفسكم وفكروا. العقل ده وزنة اداها لكم ربنا تستخدموها، بدل ما تقبلوا حاجات هي فقط غير صحيحة لكن فرضيات للبعض أو أماني بأقصى حد. العلم الصحيح يؤكد ثبات الأجناس ويتفق مع ما قاله الكتاب المقدس. هنكمل مع بعض طبعا الأسبوع الجاي، ده فقط كانت مقدمة.